تقريبا عندنا قرابه سنتين واحنا ندرس في معناها نغربلوا في القائمه، قدمت لنا الاف معناها الملفات اللي معناها قد يكونوا معناها من المفروزين امنيا. احنا بعد معناها ما عملنا تدقيق في القائمه هذه، ثم قائمه اوليه مثبته بالوثائق، مثبته بالفرز معناها لدى معناها الادارات نتاع الجامعات، ثم موقوفين، ثم معناها كانوا مساجين معناها على خلفيه نشاط من النقابي والسياسي. ثم قائمه اوليه تم امضاء فيها محضر جلسه يوم 18 جانفي 2016 في قصر الحكومه، 774 عنصر. وثم قائمه اخرى تكميليه غرابه فيها 900 واحد. احنا دعانا قلنا دعانا الحكومه قلنا نطبقوا الاتفاق هذاك والشروع بمجرد الانتهاء من الفرز معناها الاستماع ل 770 الشروع في بقيه القائمه معناها اللي هي في جنوب 1600. احنا ماناش طالبين حاجه مستحيله، المفروزين امنيا العناصر اللي تقدمت توا في جلسات الاستماع جابوا كل الوثائق وكل القرائن اللي تثبت انهم مفروزين، واحنا مع ذلك قلنا معناها يتم الاستماع حاله بحاله، وعندكم كل المؤسسات، عندكم وزاره الداخليه، عندكم الهيئات نتاعكم اللي تنجم تنظر وتثبت في القائمه هذه. احنا بعد ما تقدمنا في اشواط معناها محترمه في جلسات الاستماع بدون سابق انذار، ومن جانب واحد الحكومه تقوم معناها تقوم توخر ومعناها تقطع جلسات الاستماع الى اجل غير مسمى، والحقيقه ما اعطتناش مبرر يخلي معناها هالتشنج هذايا ولا الارتداد معناها على تصويت الملف. هذا اتفاق صار في محضر جلسه رسمي بحضور نواب، بحضور معناها القيادات المنظمتين اتحاد المواطنين واتحاد الطلبه، بحضور كما قلت نواب في قصر الحكومه، وصارت عليه ندوه صحفيه والراي العام الكل اطلع عليه. احنا اليوم نطالبوا بما تفعيل الاتفاق هذا.
نقولوا راهو ثم حق دستوري مانيش باش تنازلوا عليه، هو الحق في التظاهر، الحق في التظاهر السلمية، الحق في التعبير، ومعناها مانيش راجعين، والحق في معناها تفعيل الاتفاق هذا اللي يقضي بتشغيل معناها الجملة المفروزين. وهكذا تقريبا معناها كل الناس وكل معناها وسائل الإعلام تابعت القمع اللي جوبهنا به توا، معناها ثم عندنا شكون توا في المستشفى تم معناها الاعتداء عليه معناها بطريقه وحشيه، موجودين توا في احد المستشفيات، وبطبيعة الحال احنا راهو باش نقولوا لهم رساله واضحه، عندنا اتفاق معناها لابد من تفعيله، عندنا حقنا في التعبير وحقنا في التظاهر، راهو ما خفناش قبل في وقت القمع وفي وقت معناها الجمر، راهو اليوم في وقت الحريات الشعب التونسي كله معنا. Shut up!